مرکز تحقیقات استراتژیک نجف اشرف اولین همایش خود تحت عنوان اسلام و همزیستی مسالمت‌آمیز در اندیشه آیت الله العظمى شیرازی را با حضور جمع کثیری از سازمان‌ها، مؤسسات و شخصیت‌های برجسته عراقی برگزار کرد. در این همایش به مباحث راجع به دین، مذهب و جامعه انسانی و راهکاری حل مشکلات احتمالی در اندیشه آیت الله العظمى شیرازی پرداخته شد، در حالی که محققان، دانشمندان، سازمان‌های مدنی، سخنرانان، خبرنگاران و فرهیختگان و شیوخ عشایر عراقی در آن حضور داشتند. برگردان فارسی گزارش همکارم در بخش عربی اخبار شیعه نور احمد را ببینید. همزیستی مسالمت‌آمیز در تمامی مذاهب و جوامع بشری به عنوان ضرورتی انکارناپذیر جهت داشتن فضای سالم و دور از تنش در بین افراد یک جامعه به حساب می آید و این موضوعی است که مرکز تحقیقات استراتژیک در شهر نجف اشرف طی همایشی که اولین بار آن را برگزار کرد به آن پرداخت و در آن راجع به راهکارهای تثبیت این مفهوم ارزشمند در بین مردم بر اساس اندیشه های آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی بحث و تبادل نظر شد. عقد مرکز النجف الاشرف للدراسات الاستراتیجیه تابع الى سماحت المرجع الكبير آیت الله العظمى سماحة السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله الوارف مؤتمره الأول الموسوم الإسلام والتعايش السلمي في فكر سماحة الإمام آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي. يتطرق المؤتمر وهو الأول لمركز النجف الأشرف للدراسات الاستراتيجية لمواضيع شتى تهم الواقع، تهم المواطن، تهم الدين، تهم المذهب، تهم الوطن، تهم الإنسانية. لعل هذه المستويات المتعددة تمت مناقشتها من خلال مؤتمرنا هذا. تطرق المؤتمر لمواضيع عدة في مقدمتها لعلها ومعالجة الإشكاليات في التعامل مع الآخر، في جذب الآخر إن صح التعبير، في العيش الكريم مع الآخر. تم اختيار سماحة المرجع الكبير آية الله العظمى سيد صادق الحسيني الشيرازي عنوانا لهذا المؤتمر لأسباب عدة، لعل في مقدمتها كثرة الكتب والمؤلفات التي أنتجها هذا الرجل بما يتعلق بالتعايش ما بين المذهب الواحد أو المذاهب أو مع المذاهب الأخرى أو مع الأديان الأخرى، كذلك المحاضرات العديدة والمتنوعة على مستوى النجف الأشرف. تحتضن هكذا مؤتمرات وتحتضن هكذا مهرجانات لتثقف أبنائها وأبناء العراق بصورة عامة اتجاه السلام. نحن نريد أن نعيش بسلام، كفى حروب وكفى مهاترات. این همایش با استقبال چشمگیر علما، منبریان، فرهنگیان، شیوخ عشایر و خبرنگاران و اصحاب رسانه قرار گرفت که همگی بر اهمیت موضوعی همچون همزیستی مسالمت‌آمیز در بین مردم یک کشور و تلاش جهت پذیرفتن یکدیگر تأکید داشتند و این همان مطلبی است که دین مبین اسلام پیش از آن بر آن تأکید داشته و آیت الله العظمى شیرازی سعی در نهن الدین ساختن آن دارند. سماحة المرجع الشيرازي في الحقيقة الفكر الإسلامي هو يسمح بقبول الآخر. الفكر الإسلامي لا يتقبل موضوع العنف ولا يتقبل موضوع التعدي. إن الله لا يحب المعتدين والقرآن واضح في ذلك. فبالتالي نستطيع القول أنه كلما أكدنا في جيل القرن الحادي والعشرين الجيل القادم أكدنا فيهم نبذ العنف وأكدنا فيهم العقيدة الحقة، وأركز على العقيدة الحقة، فالعقيدة من شأنها أن تنهض بالمجتمع وترجعه إلى أصله الأصيل، والأصل الأصيل هو محمد وآل محمد كما نعتقد جميعا، ثقافتهم، فكرهم، سلوكهم، طرحهم، رؤيتهم للعالم. الإسلام هو دين التعايش السلمي ودين المحبة والمودة ودين التقارب بين الأفكار وانسجام طوائف المجتمع وأفراد المجتمع. فالدين الإسلامي هو
المؤسس، لا أقول أنه هو من يؤمن بهذه الفكرة وهو الذي يحث على التعايش السلمي بين الأبناء المفترقين. كان ولا يزال مفهوم همواره مفهوم همزیستی مسالمت آمیز از دیرباز و تا کنون به عنوان فلسفه حیاتی و اساسی در اندیشه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و دو سقلی که حضرت بدانها تأکید کرد، یعنی قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام، بوده و هست. و در این برهه زمانی نیاز مبرمی به آن احساس می شود تا بر اساس آن امنیت و همزیستی کریمانه در بین افراد بشر گسترش یابد. تحقیق العیش الکریم للجميع. نور احمد، وکالة اخبار الشیعه.